سوريا جبران بنت الشعب اللي ولات وزيرة، نجيو نكتشفو جميع قصتها ونعرفو كيفاش كانت طريقها للنجاح على بركة الله. سوريا حلت عينيها في درب السلطان في الدار البيضاء نهار 16 أكتوبر 1952. الوليد ديالها اللي كان فقد البصر ديالو غادي يفقد حتى الحياة، وسوريا باقة صغيرة. الوالدة ديالها كانت كتخدم مربية في الخيرية ديال عين الشق، وسوريا كانت كتدوز مع ماماها بزاف ديال الوقت في دار الأيتام. هاد الشي غادي يكون عنده تأثير عميق في التكوين ديال الشخصية ديال سوريا اللي عاشت في وسط مظاهر ديال الحرمان والفقر من صغرها، حيت احتكات بواحد الواقع ديال الأطفال في نفس السن ديالها سمحوا فيهم والديهم ولاحوهم الزنقة. وهذا واحد الإحساس ما كيحس به غير اللي مجربوه، حيت ما سهلاش شكون جيتي للدنيا وما عارفش شكون هي ماماك وشكون هو باباك. لحنين الله رحيم من غير الخيرية والمحسنين. سوريا غدا تمشي تعيش مع راجل اختها محمد جبران اللي كان هو خدام في نفس الخيرية، واللي غادي يلعب دور كبير في التوجيه ديال سوريا وساهم في ملء الفراغ اللي تركوا الأب ديالها، لدرجة انه غادي يعطيها اللقب الفني اللي غادا تعرف به حتى لاخر يوم في حياتها، حيت الاسم الحقيقي ديالها هو السعدية قريطيف. سوريا قرات في مدرسة ديال البنات، حيت في ذاك الوقت كانت المدرسة العمومية ما فيهاش الاختلاط، وكانت من ضمن الفوج الاول ديال التلميذات المغربيات اللي تخرجوا في المرحلة الابتدائية من بعد الاستقلال ديال المغرب. فاش كانت عندها 10 سنين سوريا غدا تبدا تجربتها في المسرح، وغدا تنضم لفرقة الأخوة العربية اللي كان كيترأسها الفنان المخرج عبد العظيم الشناوي، وشاركت في مسرحيات ولاد اليوم. الجمهور كان ديما كيصفق ليها على الأداء الرائع ديالها واخا عمرها صغير. سوريا كملت التعليم ديالها حتى خدات شهادة البكالوريا والتحقات بالمعهد الوطني التابع لوزارة الشؤون الثقافية، وغدا تحصل على دبلوم تخصص المسرحي، واختارت تكمل المسار ديالها في المسرح، وغدا تبدا تشارك مع بزاف ديال الفرق ودير معهم العروض المسرحية والجوالات، حتى غدا تقدر تفرض الاسم ديالها في الميدان المسرحي. سوريا غدا تأسس فرقة ديالها سمتها مسرح اليوم، وكانت جزء من نجاح عديد ديال الفرق المسرحية كالشهاب، المأمورة، القناع الصغير، ومسرح الرائد طيب الصديقي. سوريا كانت جريئة في الأدوار اللي كتشخص، وكانت كتبرع في تشخيص أدوار ديال المهمشين والفقراء، خصوصا أنها عاشت وكبرت معهم، وهذا الشيء اللي ما كانش كيعجب النظام المغربي خصوصا في سنوات الرصاص. واحد النهار عرضت عليها القناة الثانية باش تمشي تشارك في واحد البرنامج حواري. سوريا فرحات بهذه الفرصة اللي تعطات ليها، وقالت بلي هذه فرصة مناسبة باش نقدر نوصل الرسائل ديالي لعموم المواطنين. قبل ما يوصل الموعد ديال البرنامج واحد المجموعة ديال الرجال وقفوا عليها وخطفوها، تاوها معاهم وقرعوا ليها راسها ورموها في الزنقة باش يمنعوها انها تشارك في البرنامج. سوريا كانت مناضلة حقيقية، وهذا الحديث ما أثرش فيها واستمرت في العمل المسرحي والجوالات ديالها. سوريا كانت كترتاح للخدمة مع الطيب الصديقي اللي قدمت معاه مسرحية ديوان عبد الرحمن المجدوب ومسرحية أبو نواس، وشاركت معاه سنة 1985 في المسرحية العربية التاريخية ألف حكاية وحكاية في سوق عكاظ. في إطار فرقة الممثلين العرب لأسسها الصديقي رفقة الفنانة اللبنانية نضال الأشقر، وشاركوا فيها ممثلين من العراق وسوريا والأردن وفلسطين والمغرب. من غير المسرح سوريا دخلت لعالم السينما من أوسع الأبواب، وشاركت بزاف ديال الأفلام نقدروا نذكروا منها فيلم الناعورة، الزفت، غراميات، شفاه الصمت، عطش، عود الورد.
هادشي اللي غادي يلفت انتباه الملك الراحل الحسن الثاني اللي غادي يعطيها وسام الاستحقاق الوطني، وغادي تحصل حتى على وسام الجمهورية الفرنسية للفنون والآداب من درجة فارس من غير التكريمات اللي كانت كتحصل عليها داخل وخارج المغرب في عديد من المهرجانات السينمائية. من بين الطرائف اللي وقعوا لتوريا هي نهار مشات مع بعض الفنانين يتلاقاو بالملك محمد السادس يهديو ليه لوحة فنية حول مناهضة الإرهاب. الملك قال لتوريا تجي توقف حداه باش ياخدو الصورة الجماعية، وقال ليها في ودنيها دابا ما كاين مخزن. وهاد الجملة كانت تعرفات بها توريا في مسرحيتها المشهورة ياك غير أنا. توريا جاوبت الملك وقالت ليه عندك يسمعونا ويجيو يشدونا. الملك ما قدرش يحبس الضحكة بالجواب اللي ما كانش كيتسناه من عند توريا. الفنانين الاخرين ضرهم راسهم وبغاو يعرفوا شنو اللي دار بيناتهم، فسولوها قالت ليهم راني طلبت ليه قريمة ديال الطيارة. في 2007 غادي يتم تعيين توريا وزيرة الثقافة في حكومة عباس الفاسي، وغادا تكون أول فنانة مغربية وعربية كتولى منصب في الحكومة. واخا وصلت توريا للحكومة ما نساتش القضايا اللي كانت ديما كتدافع عليها، وخدمات على الجانب الاجتماعي للفنانين من خلال مجموعة من التدابير كقانون الفنان وبطاقة الفنان والتغطية الصحية للناس اللي خدامين في هذا القطاع. توريا هلكها المرض وفي الطلات تقدم استقالتها من الحكومة في 2009، وكرسات اللي بقى في حياتها بالعمل الجمعوي والخيري. توفات توريا نهار 25 أوت 2020 من بعد معاناة مع مرض السرطان، وخلت موراها مورود ثقافي كبير وتاريخ مجيد، وغدا تبقى واحدة من كبار شخصيات الفن والثقافة في بلادنا، واحد اعلام فن التمثيل في المغرب وفي العالم العربي. وكانت كيف ما كتقول على راسها بنت الشعب، حيت لا الشهرة لا السلطة ولا المال قدروا يبدلوا فيها شي حاجة، وبقت وفية للمبادئ اللي كبرت عليها. كانت هذه هي قصة توريا جبران. وانتي شنو هي قصتك؟ إلا عجبت قصة توريا جبران وأثرت فيك وكنتي من عشاق المحتوى الهادف، شارك في القناة وفعل زر الجرس، وكتب لينا في التعاليق شنو كتعرف عليها، وما تنساش تكتب لينا الشخصيات اللي بغيتي تشوف معنا في الحلقات المقبلة. السلام عليكم.